مشاهدينا برحب بحضراتكم من جديد وتاني فقره في حلقتنا النهارده. بسعد جدا لان في هذه الفقره يكون معايا ضيف عزيز من الضيوف الاعزاء اللي بنتشرف بوجودهم معانا في استوديو طبعا ساعه صبحيه وقناه مصر الزراعيه، واللي دايما بيشرفنا بوجوده معانا ومشاركته لينا في الحوار عن اهم الاحداث الوطنيه واهم الاحداث الخاصه بمصر والمتعلقه بمستقبل مصر، واللي بيؤمن كمان ب يعني جزئيه مهمه جدا وهي فكره ان سوريا هي الاقليم يعني الشمالي مصر، وإن استقرار مصر واستقرار سوريا بيعني استقرار المنطقة العربية بأكملها. اسمحوا لي أرحب بضيفي العزيز اللي بشرف بوجوده معايا في هذه الفقرة، هو طبعا المفكر والأديب طبعا السوري دكتور نادر عكو. أهلا بك يا دكتور، صباح الخير يا فندم. أهلا ولا سهلا، صباح الخير. أهلا بك. يعني طبعا خلال الكام يوم الماضيين كنا بنعيش أجواء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ويهمني جدا أن أنا في البداية أعرف رؤية حضرتك لهذا المشهد وأهمية هذه التعديلات بالنسبة لمستقبل مصر وبالنسبة كمان لمستقبل الوطن العربي بأكمله. سيدتي، أنا طبعا برصد الحركة الثقافية والوعي السياسي في جمهورية مصر العربية، ولي موسوعة حول توثيق الحركة الثقافية في مصر، فلاحظت أنه زيادة الوعي السياسي في مصر من خلال التعديلات الدستورية ونتائجها اللي بلغت تقريبا 44%، وهذا شيء عظيم جدا يحسب إلى المصريين الذين عملوا في الميدان والقيام بالتوعية العظيمة وبناء الإنسان المصري الحديث القادر على إدراك ما يحيط به من تحديات. يجب أن نشكر كل الذين عملوا في الميدان، وهذا العمل الميداني الرائع كان بتخطيط من القيادة السياسية التي تقوم بتنمية شاملة، ومن ضمنها الارتقاء بالوعي المجتمعي والمجتمع والسياسي. حضرتك شايف ان مشاركة الشعب المصري في الاستفتاء ونزول الشعب المصري عشان يدلي بصوته ويختار يعني فكرة انه نعم للدستور والتعديلات الدستورية او لا، ايا كان رأي كل شخص بنزل وادلى بصوته، ولكن ايه الرسالة المهمة اللي نقدر نقول ان احنا بنبعتها للعالم من خلال هذه المشاركة؟ الرسالة واضحة جدا، أنه نحن هنا، نحن أقوياء، نحن نتمحور حول القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية، ومن يريد بنا شرا فليجرب. نحن قادرين على المواجهة، ونحن في هذه المناسبة ندعو إلى الانطلاق من خلال الإعلام الوطني، يعني الملتزم والمقاوم والتقدمي. من خلال هذه المنظومة اللي هي الإعلام الوطني، والفن يجب أن يكون ملتزما، والأدب يجب أن يكون ملتزما، وبالتالي الإعلام المصري يجب أن يكون ملتزما. ما هو عملية الالتزام؟ الالتزام هو أني أنا أؤمن بقضايا المجتمع التي والتحديات التي تواجه المجتمع، وبنفس الوقت أقاوم، يعني أدافع عن هذه القيم وأدافع عن الوطن، وبالتالي نستطيع أن نتقدم. إذن الالتزام بالقيم المصرية الأصيلة العربية هو أساس الارتقاء إلى التنمية الشاملة. فبدون الالتزام لا يمكن أن أقول عن نفسي أنا صحفي وطني، ولا إعلامي وطني، ولا أديب وطني، ولا حتى عالم وطني. إذا لا يوجد لدينا التزام بقضايانا المجتمعية لا يحق لنا أن ندعي أننا وطنيون. حضرتك تقول ايه ردا على الناس اللي كانت بتحاول تعكر صف وعمليه الاستفتاء على التعديلات الدستوريه من خلال نشر بعض الشائعات وفكره التشكيك في نتيجه التعديلات الدستوريه وهكذا، الناس اللي كانت بتحاول تحبط الشعب المصري عشان تخليه يتخاذل او يتراجع عن فكره ان هو ينزل ويشارك، رد حضرتك ايه على هؤلاء الاشخاص؟ الرد بسيط جدا، هؤلاء الناس اغبياء ولم يتعلموا ولم يعرفوا طبيعه الشعب المصري. الشعب المصري شعب عنيد، لا يقبل الضيم ولا يركع لأحد.
فخليهم يبذبوا ويطلعوا كل الأشياء لن يستفيدوا، والشعب المصري سوف يزداد إصرارا حول قيادته الحكيمة التي تبدع كل يوم شيئا جديدا. فعندما أرى أن كل العالم من تريزي مي إلى ميركل إلى ترامب يسألون الرئيس السيسي عن الوضع في وطريقة الحلول في منطقة المنطقة العربية أو حتى منطقة الشرق الأوسط، أزدادوا ثقا، وبنفس الوقت أضع نفسي جنديا مثل الآخرين في الميدان للارتقاء بالوعي السياسي المصري. طبعا غدا ان شاء الله ذكرى الاحتفال بتحرير سيناء ارض الفيروز من القطع الثريه جدا من الاراضي المصريه. حضرتك تقول لنا ايه يعني في اطار هذه المناسبه، ماذا عن سيناء، عن اهميه سيناء كقطعه غاليه من الاراضي المصريه، اهميتها ايضا بالنسبه للوطن العربي ومكانتها امام العالم؟ الكثير تحدث عن اهميه سيناء، وانا لن اتحدث عن اهميه سيناء لانه شبعنا الكثير عما قيل حتى من ضيفك سيادة اللواء التميمي أجاد، لكن أقول لك يجب أن نركز من خلال الإعلام الملتزم والمقاوم والتقدمي على الإنجازات الحقيقية للذين أنجزوا هذا التحرير لسيناء. يجب أن أذكر دائماً بالعرفان بالجميل للقوات المسلحة المصرية والسورية التي أبلت بلاء حسنا في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973. وبنفس الوقت عندما أعظم دور القوات المسلحة المصرية فأنا أقوم بدعم الدولة المصرية باعتبار أن القوات المسلحة المصرية هي الجهاز المناعي للدولة المصرية الذي يعمل ذاتيا ولا يحتاج إلى أن يأخذ أوامر من أحد. القوات المسلحة هذه طبيعتها، وهذه يجب أن هم أبناؤنا وأحبابنا وهم علماؤنا وهم قوتنا الضاربة. وبنفس الوقت لابد أن أذكر فريق العمل الذي قامت به وزارة الخارجية المصرية في المطالبة بإعادة مدينة طابة المغتصبة، وأذكر المرحوم أحمد عصمت عبد المجيد رئيس الفريق، وكذلك أذكر الدكتور مفيد شهام بطل التحكيم الدولي الذي هو وفريق عمله قضوا على إسرائيل بالضربة القاضية وأعادوا طابة. هذه الأمور يجب أن نتذكرها وأن ننشرها وأن نعلم أولادنا من هو أحمد إسماعيل علي ومن هو الشاذلي ومن هو أنور السادات ومن هو الجمصي ومن هو أحمد عصمت عبد المجيد ومن هو مفيد شهام. يجب أن نذكرهم. نعم، يجب أن نذكرهم كل يوم، لأننا كل الأمن الذي نحن الآن فيه وهذه التنمية هم من جهدهم وتعبهم. فلا يمكن أن أقتنع بأي كلمة كما تقوم به بعض الملتقيات والصالونات الثقافية في التركيز على شخصنة العمل المنجز في سيناء بأنه عمل عبارة عن رجال أعمال أو مستثمرين. كلا وألف كلا، إن الذين ضحوا بأرواحهم لا يجب أن أنساهم، يجب أن أذكرهم وأقبل أيديهم حتى أرجلهم. هذا شيء خطأ ويجب أن نرد عليهم من خلال الإعلام الوطني الملتزم والمقاوم. أقاوم هذا الاختراقات وحتى أصل إلى التقدم والرفاهية. فبدون القوات المسلحة لا نستطيع أن نتقدم قيد أنملة في التنمية. صحيح. التنمية مقرونة بقوة البلد. فعندما الرئيس سيسي قام بتقوية الجيش والقوات المسلحة بالعدد وتقويته بالجنود لم يستطع أردوغان ولم يستطع قطر أن تتقدم قيد أنملة نحو الشواطئ المصرية، وكما فعلوا في بئر
ظهر عندما قربت القوارب التركية وانطلقت القوات الجوية المصرية، هربوا مثل الجرذان إلى 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 حدودهم. صحيح. هذه هي إنجازات تحرير سيناء، وهذه هي الإنجازات التي قامت بها القوات المسلحة وفريق التحكيم الدولي في المصري. لماذا سيناء بالتحديد نقدر نقول ان هي من اكثر المناطق في مصر اللي بتعتبر محطه انظار الجميع؟ في استهداف لهذه المنطقه، في محاولات للسيطره عليها، ولكن الحمد لله القياده المصريه قادره ان هي تحجم ذلك او ان هي تفضل محافظه على ارض سيناء. هل ده بيرجع لي يعني موقعها الجغرافي المتميز جدا جدا بيرجع لي تاريخ سيناء العريق؟ كلمنا اكثر عن اهميتها من هذه الناحيه. لو نظرنا الان الى الحالة الراهنة في المنطقة العربية كلها، يعني في منطقة الشرق الأوسط كما يسمونها، نرى أن العدو يأتيك من عدة جهات. أول شيء من الشرق اللي هو عن طريق الانطلاقة من سوريا، حيث في الماضي أسست هذه القوى المعادية موطئ قدم في سوريا، لكن الجيش العربي السوري استطاع بالتنسيق مع الجيش المصري القضاء على الإرهابيين الآن بالكامل، وأصبح الشعب السوري بكامله حول الرئيس بشار الأسد، وأصبح الشعب السوري يعود إلى بلاده والالتحاق بالجيش العربي السوري، لأن الجيش العربي السوري هو الجيش الأول في الجمهورية العربية المتحدة، والجيش الثاني والثالث هو في مصر. إذن هي ممر للعبور لخفافيش الظلام والأعداء الآتين من الشرق. نأتي إلى الغرب، إن ليبيا برضو يأتوا الأعداء وخفافيش الظلام يتجمعون في ليبيا، ولذلك فإن القيادة المصرية عندما وقفت مع الجيش الليبي للقضاء على بؤر الإرهاب في ليبيا كانت مصيبة جدا. والجيش الليبي برضو هو جيش كان في اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا وليبيا. إذن عقيدة الجيش الليبي هي نفس عقيدة الجيش المصري، هي نفس عقيدة الجيش السوري. صحيح. وكذلك الآن في الجيش الجزائري، الجيش الجزائري هو إنجاز كبير للقيادة المصرية والسورية في ذلك الزمن بقيادة جمال عبد الناصر، عندما أوصلوا السلاح للجزائريين وكونوا هذا الجيش. فلا يمكن هذا الجيش إلا أن يقف مع مصر، لأن كل الأعداء يريدون الجائزة الكبرى هي مصر، يريدون القضاء على مصر. صحيح. إذن ليبيا وسيناء هي ممر للعبور، وكذلك الحال في الجيش مع الجيش السوداني الذي انتفض على حكم المبهم الذي لا نعرف أصله ولا فصله، مرة مع تركيا ومرة مع فلان ومرة علان. إذن استطاع الجيش السوداني الذي هو الظهير الخلفي للقوات المسلحة. إذن ما يجري الآن في كل المنطقة العربية هو لصالح الدفاع عن قلعة العروبة وقلعة الإسلام التي هي مصر، وكل من لا يدافع عن مصر فهو خائن إلى وطنه وأمته. طيب من هنا خليني أسأل حضرتك عن أهمية أن يكون في وعي كبير جدا لدى كل مواطن، مش هقول كل مواطن مصري ولكن كل مواطن عربي، بأن في العديد من المؤامرات المحيطة بالدول العربية الهدف منها إسقاط هذه الدول. قد إيه مهم جدا أن الشعوب العربية تكون مستوعبة ده أو عندها إدراك كبير بده؟ يا سيدتي، الشعوب العربية بكاملها ذكية ودائما نظرتها إلى ما يجري في مصر، وهي مصر بالنسبة إلها للشعوب، أنا صحيح. أقول تمام. قدوة. صحيح. ما يجري في مصر بعد 10 أيام 15 يوم نرى صداه في سوريا، في العراق، في الجزائر، في السودان، في كل مكان. هذه حقيقة واقعة، لكن المشكلة أن بعض عملاء النفوذ الذين تربعوا في بعض مفاصل الدول العربية يعملون لصالح
الدول الاستعمارية الكبرى لأنهم ارتبطوا بمصالحهم بمصالح هذه الدول. ولذلك الرد الحقيقي الآن، أنا لا أقول أنه يجب أن نحمل السلاح ونقوم بالرد، لا، لكن من خلال الإعلام الوطني، وأقصد بالإعلام الوطني الحقيقي، هو اللي فيه جانب كبير من المصداقية، ثلاثية الالتزام. نعم. الالتزام والمقاومة وبنفس الوقت التقدمية. إذن الالتزام ما معنى؟ أن ألتزم بقضايا أمتي العربية، ألتزم بقضية المرأة، قضية الشباب، قضية العمال، قضية الفلاحين. هذه هي القضايا التي يجب أن يركز عليها الإعلام العربي وخاصة الإعلام المصري في هذه الأمر. ثانيا المقاومة، المقاومة يعني أن نقوم بعمل نصوص عبارة عن أحرف عندما تخرج من أفواهنا تصبح رصاصات وصواريخ تدمر خفافيش الظلام والأعداء في كل مكان وتشل حركتهم. وبالتالي عندما أكون ملتزما وأقاوم، فبالتالي أستطيع أن أتقدم وأبني تنمية مستدامة في تحقيق الرفاهية لكل الوطن العربي. دكتور نادر، حضرتك شايف إلى أي مدى مصر الآن نقدر نقول إن هي بتسير على الطريق الصحيح، وتحديدا في المجال السياسي والمجال الاقتصادي؟ ولو جينا كده ركزنا في علاقات الرئيس عبد الفتاح السيسي ب يعني رؤساء الدول المجاورة سواء دول عربية أو أوروبية وإفريقية، هنلاقي إن في تبادل للزيارات الدائم، محاولات لتعزيز العلاقات بين مصر وهذه الدول. مردود هذه العلاقات الوطيدة والعلاقات القريبة مع هذه الشعوب ممكن ينعكس ازاي على مستقبل مصر في الفترة القادمة؟ أنا سوف أجاوب على هذا السؤال بالتفصيل، لكن دعيني أقول شيء جديد. تفضل يا فندم. الرئيس سيدي عمل صداع في كل ما يحيط من أعداء، لأنه إنسان ذكي منتهى الذكاء، منتهى الإبداع المصري الحقيقي، لا يعادي أحدا ظاهريا، ولا يخرب الأمن الإقليمي ولا الأمن العربي، ولا حتى يذكر أحدا بسوء. نعم. هل سمعتي الرئيس سيسي ذكر أي كلمة ضد إسرائيل؟ هل سمعتي الرئيس سيسي ذكر أي شيء ضد بيتعامل بذكاء إيران؟ دائماً. هل سمعتي أنه شتم قطر أو شتم أردوغان؟ كلا. هذا هو الصداع الذي سبب لأعداء مصر أنهم لا يعرفون كيف ينالون من هذا الإنسان. وهذه هي عبقرية قيادية رائعة يجب أن نتبناها إلى الأبد. فمعنى ذلك أن خليني أخش مباشرة بموضوع التعديلات الدستورية. التعديلات الدستورية هي ضرورية. ليه؟ لأنه الدولة المصرية عبارة عن كائن حي عملاق يزداد حجما كل يوم، فمن غير المعقول ان الجاكيت اللي لبسها من سنه يستطيع ان يلبسها الان. يجب عمليه التغيير، هذه هي فائده التعديلات الدستوريه. لكن كما قال ضيفك الكريم ان بريطانيا اللي هي ام الديمقراطيه الظاهريه ليس لها بها دستور، لكن تقوم قيادتها من خلال تطبيق القيم التي تآلفوا عليها عبر عدة مئات السنين. صحيح. فمن غير المعقول أنا أكبل يدي بكتابة وأجعل موضوع الدستور مجال أخذ ورد وخلافات. ليس معنى أن أقول لا للدستور ولا أقول له نعم. المعنى الحقيقي أنا الآن يجب أن أنظر إلى مصر أنها في حالة حرب. صحيح. وحالة الحرب تحتم علي الإبقاء على القيادة السياسية الوطنية التي أثبتت قدرتها على قيادة البلاد. وهذا ما حصل مع بريطانيا عندما قامت بالحرب.
قالت لتشرشل ابقى في مكانك ولا داعي لعمل أي ترشيحات أو انتخابات جوه. نحن في حالة حرب، وبالتالي لدينا من القيم الكبيرة التي تضبط المجتمع المصري والمجتمع العربي. فنحن إن عملنا دستور أو ما عملنا دستور، نحن ماشيين ضمن القيم، وهذه هي قوة مصر، وهذه هي قوة الأمة العربية. نعم، الحقيقة إن إحنا من خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية وخلال الأيام الماضية أدركنا قد إيه الشعب المصري فعلا شعب مدرك خطورة المرحلة الراهنة اللي مصر بتمر بيها، إن في كتير من التحديات اللي عايزين إن إحنا بإرادتنا بمساندتنا للقيادة المصرية نحاول نتخطى هذه التحديات. في عندنا مشروعات كتيرة جدا بدأ تنفيذها في مصر محتاجة لاستكمالها، ده هيتم من خلال تطبيق هذه التعديلات الدستورية، هيمكن مصر وهيديها قوة كبيرة جدا إن هي تفضل محافظة على كيانها وعلى وضعها أمام العالم وأمام الشعب المصري خلال الفترة القادمة إن شاء الله. أنا سعدت جدا بوجود حضرتك النهاردة معانا، وشرفتنا ونورتنا كالعادة بوجودك بآرائك المستنيرة بأفكارك الجميلة جدا في ظل كل الأحداث الوطنية وكل الأحداث اللي مصر بتمر بيها، وبشكرك وبنرحب بيك طبعا أكيد في بلدك الثاني مصر الحبيبة. شكرا لحضرتك جزيلا دكتور نادر عاكو المفكر والأديب السوري، شكرا لك يا فندم. تحيا مصر، تحيا سوريا. شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير وبعد الفاصل يعود مع حضراتكم من جديد زميلي عاصم الشندويلي وآخر فقرة في حلقتنا النهاردة، انتظروا.